صباحكم سعيد مجددا أعزائنا المشاهدين، دائما بالطاقة الإيجابية والانطلاقة المتجددة كما أشرنا لها في بداية هذه الصباحات الطيبة. أينما يكون الإنجاز تكون عدسة وكاميرا يوم جديد حاضرة. إذا تحدثنا عن ديوان الخدمة المدنية بعيدا عن الدور النمطي الكلاسيكي الذي يقدمه هذا الديوان الذي يعنى باستقبال الخريجين الجدد من كليات المجتمع، من الجامعات، وأيضا من خلال العمل المؤسسي الرائد الذي يقوم به بتوفير فرص العمل بمؤسسات ووزارات الدولة المختلفة. هذا الإطار النمطي أو الشكل الرئيس لديوان الخدمة المدنية. لكن إذا ذهبنا إلى نشاط عميق ونوعي، لا يعنى فقط ديوان الخدمة المدنية فقط بتقديم هذه الخدمات الجليلة وأيضا العمل المؤسسي الكبير الذي يرفد مؤسسات ووزارات الدولة ككل، لكن يعنى أيضا بتأهيل ورفد الموظف وإنتاجية وعطاء الموظف أينما كان وأينما تواجد. جائزة الموظف المثالي بالدورة 9 لعام 2016 كان هناك حظوة لفئات عديدة، الفئة الأولى، الفئة الثانية، والفئة الثالثة، بمتابعة حثيثة وبترشيح مبني على أسس واضحة من خلال المؤسسات والوزارات التي رشحت أيضا موظفيها لديوان الخدمة المدنية. دور كبير، سأترك التفاصيل تحديدا بما يتعلق بديوان الخدمة إلى ضيفي الكريم الناطق الإعلامي باسم ديوان الخدمة المدنية الأستاذ خالد الغرايبي ليتحدث بهذه الجزئية المهمة وأيضا ارتباطها بجائزة الموظف المثالي ومن حصلوا على جائزة الموظف المثالي بالدرجات المختلفة. أبدأ من خلال عدنان جمعة بالفئة الثالثة بالمركز الوطني للإرشاد للبحث والإرشاد الزراعي. نبارك لك حصولك على هذه الجائزة وللمركز أيضا بنفس الوقت. الله يبارك فيك. الدكتور ميادة العزب، أسعد الله صباحك بكل الخير، من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوزارة المالية. حصولك أيضا على جائزة الموظف المثالي والفئة الأولى. أيضا سناء العبدالله من وزارة الثقافة وحصولك على جائزة الموظف المثالي بالفئة الثانية. نبارك لكم جميعا، ونبارك للوطن، ونبارك لأنفسنا ولديوان الخدمة المدنية المظلة الكبيرة لهذه الجائزة. أبدأ من خلالك أستاذ خالد للحديث بما عرجنا عليه بهذه المقدمة. صباح الخير أستاذ مجحم، وبالبداية لابد من أن أقدم الشكر الجزيل للذراع الإعلامي الرسمي التلفزيون الأردني، فتحية للمدير العام وتحية لكم جميعا على اهتمامكم المتميز بالمتميزين. وحقيقة يعني أديتوا دور إيجابي ورائع جدا. كان يسعى ديوان الخدمة المدني وإدارة الديوان بإيصال كثير من الرسائل إلى المجتمع الأردني وإلى العاملين في الجهاز الحكومي. أستاذي العزيز، يعني جائزة الموظف المثالي في الدورة 9 لعام 2016 هي يعني بدأت بأهداف وبدأت بفلسفة معينة، وهذه الأهداف يعني عم نطورها في ديوان الخدمة المدنية، وإحنا نجد بأن هذه الجائزة تحقق أمرين بين الجانبين، تحقق الجانب المعنوي والارتقاء الوظيفي للموظف. جميل. وتحقق أيضا مستوى جودة خدمة متقدمة للمواطن. فيعني الديوان يسعى إلى الدمج بين هذا القضيتين، وهذا أمر مهم جدا. تلتقي بدنا نحكي مصلحة الموظف وتطور الوظيفي وعلى المستوى المادي والارتقاء السريع في سلم الدرجات. وأيضا إحنا حريصين جدا، وهذا الأساس من الجائزة، هو تحسين ورفع مستوى جودة الخدمة. جميل. المقدمة للمواطن من كافة دوائر الدولة على اختلاف الخدمات اللي مقدم للمواطن. جميل. أستاذ خالد، كما تفضلت، ينعكس إيجابا على واقع الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة للمواطن بشكل مباشر إذا كان هناك كفاءة عالية بالخدمة من خلال الموظف العام. أنتقل الآن للنشامة ونشميات الوطن بمؤسسات وزارات الدولة المختلفة، وأبدأ من خلال عدنان جمعة وحصولك على جائزة الموظف المثالي بالمركز
المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي من الفئة الثالثة، وأنت بقسم الحركة. الأخ عدنان جمعة هو سائق حقيقة لكن متميز، كيف أتى هذا الترشيح من خلال المركز؟ الله يسعد صباحك سيدي. أول شيء يعني صحيح أشكر يوم جديد وأصبح على الإخوان والأخوات. حقيقة أنا عدنان حسن جمعة من المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، أعمل كسائق. صحيح أنا جائزة انبسطت عليها، فخر إلي ولمركزي أني قدرت أحصل عليها، لأن أنا السائق بالمركز الوطني أقوم بواجبي، أتلقى الأوامر من مسؤولي، أقوم كل الواجبات من مسؤولي اللي بكلفني إياها أطبقها، أحافظ على سيارتي على آليتي قبل ما أطلع فيها ميدان، أتفقد آليات من كمان من زملائي إذا بدهم مساعدة بسياراتهم أساعدهم. جميل. هذه الأسباب الرئيسة. نعم. التي ذهبت قدما بعدنان جمعة وترشيحه لجائزة الموظف المثالي من المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي. حتى نستثمر الوقت ويكون الوقت عادل، أنتقل إلى الدكتور ميادة العزب من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوزارة المالية. نبارك لك مجددا حصولك على هذه الجائزة، وإن يدل على كفاءة وتميز وانضباطية الموظف العام أينما كان وأينما تواجد، تحديدا بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وأنتم على تماس مباشر بالمناسبة مع المواطنين وأيضا بالشركات والصفات الاعتبارية المختلفة. ما الذي ذهب قدما بالدكتور ميادة العزب باختيارها وترشيحها لجائزة الموظف المثالي من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات؟ بالبداية يسعد صباحكم. أنا بحب أشكر التلفزيون الأردني وديوان الخدمة اللي فسح لنا المجال إن نعطي تجربتنا لغيرنا من الموظفين في دوائر الحكومة. بالبداية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هي من الدوائر القديمة والعريقة بالمملكة، وبتخدم طبعا كافة أطياف المجتمع. فكان عملي بالبدايات كمطورة ومحسنة في مكاتب خدمة الجمهور، تزامنا بعملي كمدربة لمهارات الاتصال كأول مدربة على الصعيد النسائي بالدائرة. تدرجت بالسلم الوظيفي وكنت ولحسن الحظ عملت في قسم الثقافة الضريبية، هذا القسم اللي أنشئ ضمن مديرية خاصة بتلبي احتياجات متلقي الخدمة منسجمة تماما مع طلبات جائزة الموظف المثالي، تعزيز جودة الخدمات المقدمة. فجاء عملي واطلاعي على كافة الأعمال المقدمة بالدائرة وكافة السياسات وعملي بمختلف اللجان، فتح لي فرصة أني أتقدم وأني أتطور، بالإضافة لدعم الإدارة العليا لهذه المديرية بكافة العاملين فيها. فهذه المديرية أجت نتيجة لممارسات فضلة في دول العالم، كيف تخدم أنت مقدم الخدمة وكيف تلبي احتياجاته وحتى توقعاته، ففتح لي المجال للإبداع للتميز وتقديم أفكار كانت تتلقى صدى من الإدارات العليا. ولحسن الحظ أني فزت بهاي الجائزة، وإذا بتسمح لي أكون طماعة أنا يعني بصفتي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنا من خلال شاشتكم اليوم بدي أدعو المواطنين لا ما في داعي يراجعوا دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في ظل الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة. جميل. بإمكانهم مراجعة إدارة خدمات المكلفين المديرية اللي تحدثت عنها، وباخذوا رقم وسري واسم مستخدم واستخدام كافة خدماتنا على الموقع الإلكتروني. جميل جميل. فأنا هذه من الميزات الوظيفية الإبداعية حقيقة عند استثمار أيضا الوقت أستاذ خالد، ولم يأتي حصولك على هذه الجائزة عبثيا، حقيقة أتى بعد تميز كذلك الحال عدنان وباقي من حصلوا على جائزة الموظف المثالي. أنتقل من وزارة المالية ضريبة الدخل والمبيعات إلى الفضاء الثقافي وحالة المشهد الثقافي ووزارة الثقافة التي لا تألو جهدا بأن تكون داعم للحركة والمشهد الثقافي على مستوى محافظات المملكة ككل، قراها مدنها مناطقها. السيدة سناء العبدالله، حصلت على جائزة الموظف المثالي من الفئة الثانية، نبارك لك مجددا. وكيف أتى الدعم حقيقة من خلال هذه المظلة، وما الذي ذهب بسناء العبدالله لحصولها على جائزة الموظف المثالي بوزارة الثقافة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهنئ نفسي وأهنئ الجميع وأهنئ وزارة الثقافة في هذه الجائزة، فهي بالنسبة لي هذه الجائزة هي الرداء
والعباءة التي تزين بها في كل مكان. جميل. فهي جائزة قمت بالعمل عليها منذ سنوات، فقد تدرجت في السلم الوظيفي بدءا بمأمور مستودع. كنت مأمور مستودع في الفئة الثالثة، ثم تدرجت وأكملت تحصيلي العلمي بدرجة بكالوريوس إدارة أعمال، وقمت بأعمال تطوعية في مجال الطفل والطفولة، كوني قدمت كنت أعمل في مجال الطفل والطفولة، وصدر لي عدد من المؤلفات القصصية، وقمت بأعمال تطوعية لتشجيع العمل التطوعي وأهميته على الساحة الطفولية. فاليوم هو يوم الطفولة العربي، فأهنئ جميع الأطفال في هذا اليوم، وأهديهم كتابي عائد إلى العقبة، قصة لليافعين تشجع لماذا إلى العقبة؟ هي العقبة هي فقط هي يعني حصرا هي هنا هي على سبيل هي رواية الحصر. هي نعم. رواية تركز على العقبة، نعم، كونها مدينتنا هي أول الطلقة الأولى بدأت من العقبة، الرصاصة الأولى، فالرصاصة الأولى هي بدأت من العقبة، فحبيت إنه يكون الرصاصة الأولى من جميل. هذا نبارك لك هذا الإصدار. أشجع الجميع بصراحة على القراءة والكتابة، وهو هدف ومنطلق وزارة الثقافة نحو التميز ونحو ثقافة القراءة والمطالعة على الساحة العربية. جميل. والطفولية. جميل. نتحدث عن كاتبة وأيضا مثقفة وقصصية، نعم، بنفس الوقت. أبارك لك مجددا هذا الإصدار. العودة إلى الأستاذ خالد الغرايب، الناطق الإعلامي باسم ديوان الخدمة المدنية. عندما وصف ديوان الخدمة المدنية في بداية حديثي تحدثت عن الشكل العام أو عن الإطار العام لديوان الخدمة المدنية، لكن من المهام الجليلة والتي تحترم حقيقة ويجب علينا من باب المسؤولية المهنية ومسؤولية التقييم الحقيقي والواقعي أن نتقدم لديوان الخدمة المدنية بالشكر الجزيل بمتابعة الموظف العام بأداء العمل بالمهارات المتقدمة. الدكتور مياد العزب أشارت واستثمرت بعض الدقائق، كان يفترض أنها تتحدث عن حصولها على الجائزة، لكن دعت الأهل والأحبة من يشاهدون الآن إلى التحول وتوفير الوقت والجهد والمال باستخدام الخدمات الإلكترونية عبر موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. هذا التقدم الملحوظ للموظف العام، وهذا قد يخفي نوعا ما أو يذهب بنا إلى موضوع لا نريد البيروقراطية، يعني حقيقة كما يصف البعض، هذا ما يعمل عليه ديوان الخدمة المدنية. حقيقة أستاذ الكريم، يعني ديوان الخدمة المدنية خرج عن مفهوم العمل النمطي مثل ما تفضلت حضرتك في البداية. يعني الكثير من الأخوة المواطنين بيعتبر الديوان هو معني في التوظيف. التوظيف قضية مهمة بعمل ديوان الخدمة المدنية، والديوان هو معني بالإشراف على الموظف والوظيفة العامة، ويعني تزويد الدوائر الحكومية بالكوادر البشرية الكفؤة. إحنا الآن يعني أصبحنا ما في أي شخص بيدخل وظيفة حكومية إلا بيخضع لامتحان تنافسي، من الضروري صاحب الكفاءة والجدارة هو الذي يجب أن يحتل الموقع الوظيفي. هذه قضية مهمة. أيضا في قضية في المسؤولية المجتمعية، أصبحنا سنويا تزامنا مع صدور نتائج الثانوية العامة نعمل دراسة العرض والطلب للطلبات المقدمة لديوان الخدمة المدنية. وحقيقة يعني أنا بشكر كل الدوائر، إحنا دوائر الخدمة المدنية أستاذ مجحم حقيقة هذه واقعة في المملكة الأردنية الهاشمية، أصبحنا نسيج متناغم ومتكامل، وحتى القطاع الخاص وحتى مؤسسات المجتمع المدني. يعني نحن جميعا نشكل بكل أطيافنا المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة علينا. ولذلك يعني حتى وزارة التعليم العالي ووحدة القبول الموحد، مرحلة من مراحل ملء طلب التوظيف هو ضرورة الاطلاع على هذه الدراسة، دراسة العرض والطلب. أيضا أصبحنا نشارك في كثير من البرامج اللي بتحد من مشكلة البطالة، وفي بيننا مذكرات تفاهم مع وزارة العمل مع الجهات المختلفة. فمسؤولية اللي يعني مسؤولية ديوان الخدمة المدنية أصبحت تتعدى مفهوم العمل النمطي والتقليدي. وأيضا أنا يعني بدي أطمن الأخوة المشاهدين. حقيقة إحنا إن علاقات خارج المملكة الأردنية الهاشمية، وجزء أنت على اطلاع أستاذ الكريم إن يعني موقعين حوالي 5 مذكرات تفاهم مع الدول العربية لتبادل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة. ونحن نتمنى كما نتمنى للأردن
الأمن والأمان والتقدم. أيضا نحن نتمنى لكل عالمنا العربي التقدم والرقي، وإن شاء الله في كثير من الدول العربية يعني تزول هذه الهموم اللي فعلا يعني غرقت فيها كثير من الدول بنتيجة الأخطاء أو لأسباب كثيرة احنا بنعرفها جميعا. الموظف المثالي، هذا اللقب حقيقة وهذا الوصف قد يحمل من حصل على هذه الجائزة المسؤولية الكبيرة، لأن نذهب بعيدا ولتقدم آخر وينقلنا إلى مساحات لننقل هذه التجربة إلى زملائكم أيضا بدوائركم ومؤسساتكم. أنا بدي أشكركم جزيل الشكر. وقد يذهب المفسر إلى تعريف التميز، وقد اصطلح عليه البعض هو أن تتفوق على أقرانك الجيدين، فنبارك لكم هذه الجائزة، جائزة الموظف المناسبة الطيبة المثالي. نعم بشكل سريع الله يطول عمرك. أشكر عطوفة وزير الزراعة معالي وزير الزراعة، وعطوفة عامل المركز الوطني الدكتور نزار حداد الشاب الرائع، وأشكر كل من ساهمني ودعمني بهذه الجائزة. نبارك لك عدنان دكتور ميادة، أيضا سناء نبارك لكم، أيضا المظلة الكبيرة الأستاذ خالد الغريبة من خلالك، ولجميع الكوادر العاملة بديوان الخدمة المدنية، هذه المؤسسة التي نفتخر بها ونعتز بها، والتي ذهبت إلى تشبيك عالي المستوى ليس فقط مع مؤسسات الدولة ككل بل مع الدول العربية الشقيقة وأيضا الدول الصديقة.